بداية موسم الاختبارات، والاختبارات دي بتحمل شق كبير جدا في منظومة النادي الأهلي في قطاع الناشئين. واحنا الحمد لله ابتدينا النهاردة، وابتدينا من الساعة 8 صباحا، وانا شايف ان الحمد لله اعداد كويسة وفي ناس كويسين. احنا برضو قدرنا من خلال لجان المدربين ان احنا نشوفهم، وانا كنت من الساعة 8 موجود في الملعب وقاعد مر برضو، وبنشوف الولاد الكويسين والحمد لله عندنا عدد كويس خدناه. واتمنى ان احنا الولاد دي ان شاء الله تدخل في نطاق كل مرحله سنيه، هيسبب اضافه جديده للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله. احنا طبعا يهمنا خدمه الناس اولا واخيرا، لان احنا الناس بتبقى فعلا جايه من اقاليم وجايه من حتت بعيده قوي، فاحنا لازم يبقى في ارتياحيه حتى في التعامل معاهم، وهم جايين يتعاملوا مع منظومه كويسه. وانا بشكر كل القائمين فعلا على الاختبارات، يمكن ناس كتير قوي، اجهزه فنيه واجهزه عمال واجهزه اداريه واجهزه فنيه، كل ده ساعد ان الناس تبقى في ارتياح حتى في استقبالهم، حتى في ان احنا عاملين يمكن زي ما انت شايف كده مظلات كبيره قوي عشان الناس برضو ما تتاثيش من شده الحراره. والوقت بيطول، ولكن احنا معذورين لان انا النهارده عملت حاجه جديده في الاختبارات، يعني حتى كل ما تشوف تلاقي الولد كل ولد بياخد كره لوحده كده لمده 5 دقائق، برضو بيظهر مهاره عنده في نفس الوقت، ما بيبقاش واقع تحت ضغط اختبارات. وبعد كده بنعمل تقسيمه، ومن خلالها عشان كده المده بتطول شويه. واتمنى ان احنا بنقول لاولياء الامور استحملونا بس الكام يوم دول لحد ما نخلص، واتمنى ان احنا زي ما قلت لك ان احنا نشوف ولاد كويسه ان شاء الله الفتره القادمه. طبيعتي انا مش بتاع مكاتب عشان تبقى عارف، انا راجل طول عمري بشتغل في التدريب، وطول عمري مدرب، وطول عمري الملعب ده هو شغلي. فانا مش بتاع مكتب اقعد في مكتب واخلي الناس، لا انا بنزل واشوف، وانا حتى يمكن ببص على الاولاد، وممكن راح اتشاور مع اي مدرب ماسك الولاد دي واقول له ايه رايك في اللعيب ده، يبقى متفقين على الراي. فانا طبيعتي اصلا فني، فالشغل الاداري ده بيبقى جزء والشغل الفني جزء. واتمنى ان احنا زي ما قلت لك ان احنا الساده المدربين كلهم اللي في القطاع ان احنا بنتعاون لمصلحه النادي الاهلي ومصلحه القطاعيه. لازم اتابع ولازم امر ولازم اخد راي المدربين، لان دول برضو عوام المساعده في نجاح المنظومه ونجاح الاختبارات، فلازم اخد رايهم حتى يمكن بتناقش معاهم. اتمنى من كل واحد بعد من النهارده يخلص نقعد مع بعض ويجي يقول لي ايه السلبيات وايه الايجابيات اللي شايفها، لان ممكن بكره نحاول بقدر الامكان نعالج السلبيات دي عشان تبقى في ايجابيات احسن كتير يعني ان شاء الله. المعايير زي ما قلت لك يمكن الحته بتاعت كله لعيب كوره دي، حتى المدرب اللي واقف في الملعب بيقول له اعمل دريبلينج، اعمل تنطيط، اعمل كل، بيبان الولد يعني بيبان شخصيته الولد في الحاجات دي. الولد بيبقى جريء، ممكن يبقى عامل دريبلينج كويس، ممكن يبقى عنده عنصر سرعه، ممكن يبقى عنده العنصر الجسماني كويس، ممكن العنصر المهاري كويس. فكل ده بيبان زي ما قلت لك في خلال الدقائق الاولى اللي بيستلم منها اللاعب كل كوره، وبعد كده بيخش على نطاق التقسيمه الصغيره 6 ضد 6 دي، بيبان مهارته اكتر، يبان مهارته اكتر. والمدرب على طول بيدي تعليمات، لان انت عارف طبيعه الولاد الصغار بيحبوا كلهم يجروا ورا الكوره، يعني هتلاقي العشره في حته 5 متر، ولكن انا مدي تعليمات للساده المدربين ان الملعب زي ما انت شايف كده، الملعب فيه مساحات، اللعيبه كلها تبقى شغاله في المساحات دي عشان تظهر موهبه الولد من خلال المساحات. في لعيب تحسه انه شخصيه، يعني تحسه انه لشخصيته حتى في الملعب بتفرض عليك ان الولد ده شخصيته كويسه. ممكن يتزايد الجزء المهاري، يعني شخصيه الولد بتفرض عليك ان انت تقول الولد ده شخصيه لعيب نادي اهلي، حتى ما يخش بقى في منظومه اكاديميه، في منظومه مرحله سنيه،
الولد ده بيتنمي عنده حاجة، لأن عنده طبيعة الشخصية، والشخصية دي من الحاجات المهمة جدا جدا في معايير اختيار الناشئ الصغير. مرحلة دي بعد مرحلة، يمكن أنا بشوفها بعد مرحلة الأعضاء اللي احنا عاملينها اختبارات يوم 16 و17 و18 و19، وبعد كده إن شاء الله نخش على المحافظات، وبرضه هيبقى معايا الجان وهنسافر والمحافظات دي ونشوف اللعيبة كويسة فيها. يعني عنصر المجاملة النهاردة لو أنت بتجامل حد مش هتجامله على حساب واحد كويس، استحالة يعني، بس ممكن هديله فرصة تانية. ممكن لو قال في أول مرة يبقى خايف قلقان مش بديله فرصة تانية، ولكن واسطة في كرة القدم أو واسطة في اختيار لعيب النهاردة على حساب لعيب، لا أنا لا أكرها ولا أحبها. أنا مش عايز أديك مثال، ابني مثلا وأنا في قطاع الشباب جبته النادي الأهلي وما كلمتش المدرب اللي ريح له ابني عشان أقول له ده ابني عشان تبقى عارف. فواسطة في كرة القدم أنا شايفها طبعا عنصر مستحيل 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 بالنسبة لفتح مبروك. بعد 28 سنة بعيد عن النادي الأهلي، الحمد لله الواحد متواجد في البيت اللي اتربى فيه، وكان ليه الفضل بعد ربنا مشوار احترافي وكل الحمد لله إنجازات اللي عملتها من خلال تواجدي في أوروبا أو حتى من خلال منتخب مصر. بحاول بقدر الإمكان، يمكن برجع للنادي الأهلي، الواحد بيحاول ينقل خبراته، يعني الواحد عاش أكتر من 14 سنة في أوروبا وشاف الناس بتشتغل إزاي، بيحاول ينقل التجربة ديت للبيت اللي اتربى فيه، وخاصة على المستوى الفني طبعا، على مستوى الناشئين، وده الأهم، والقاعدة هي دايما هي الأهم. فبنحاول إن شاء الله نعمل حاجة كويسة لنادينا بتنعكس ده أكيد على بلدنا إن شاء الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله. طبعا ما فيش شك، يعني الواحد كان يتمنى من سنوات طويلة حتى بعد نهاية مشوار الاحترافي، كنت أتمنى أكون متواجد في النادي الأهلي. الحمد لله من خلال أنا اعتزلت الكرة في 2005، من 2006 بدأت دراساتي وبدأ رحلة التدريب من 2007، يعني 11 سنة 12 سنة في مجال التدريب، والواحد دايما بيأهل نفسه وبيذاكر وبيطور من نفسه ومستني الفرصة. يمكن إن شاء الله من خلال خبراتي زي ما قلت لك في مجال حتى قطاع الناشئين، من خلال اللي أنا شفته برا في أوروبا وخاصة في ألمانيا إزاي بتطور هذا القطاع، بداية من تطوير المدربين نفسهم، إن شاء الله يكون لنا لقاءات مع المدربين، بنشتغل ورش عمل بالفيديو والوسائل العلمية شوية، لازم ندخل العلم في الموضوع ونطبق ده في الملعب من خلال الولاد. فعايزين نرتفع طبعا، أولا المدربين طبعا هم الأداة اللي ممكن يساعدوا الولاد إن هم يشتغلوا بشكل علمي وبشكل سليم. إن شاء الله هنبدأ معهم ورش عمل بشكل جيد، هنحاول كمان بقدر الإمكان إحنا يكون إبراز للاعيبة النادي الأهلي وقطاع الناشئين من خلال إن شاء الله طبعا إن إحنا الهدف هدفين، الهدف الأولاني إنك بتطلع للفريق الأول جيل إن شاء الله من اللعيبة، الجزء الثاني والجزء المهم جدا إنك كمان تسوق اللعيبة دي على المستوى الأوروبي، يعني من خلال علاقاتنا في ألمانيا وإنجلترا. ممكن ولد عنده 16 17 سنة يبدأ يعمل معايشة هناك، أنا من خلال إن شاء الله علاقاتي في ألمانيا هجيب بعض الفرق الألمانية من قطاع الناشئين في البايرن وفي بريمن وكازلاوتن يجوا هنا مصر، ويبقى في احتكاك ما بين الولادنا هنا في النادي الأهلي وما بين الأندية الأوروبية. الولد بيكسر حدة الخوف من التعامل مع الكرة الأوروبية واللعب الأوروبي، هناخدهم إن شاء الله معسكرات برا، يعني إن شاء الله في شغل كبير جدا. أنا عامل زي برنامج كبير جدا هنعرضه طبعا مع كابتن فتحي مبروك، نعرضه على لجنة الكرة عشان نبدأ نحط رجلنا على الطريق الصحيح. طبعا ما فيش شك، زي ما بقول لك هي العملية محتاجة شوية دراسة، لازم العلم يخش شوية، الاحتكاك على المستوى الأوروبي. يعني أنا وأنا في النادي الأهلي من يعني وأنا صغير، أنا عندي 12 سنة، رحت لعبت في دورة في بريمن، رحت لعبت دورة في كندا. الدورات ديت على فكرة بتبقى مهمة جدا، ان احنا كمان الولاد يحتكوا بمدارس مختلفة، يحتكوا بأجواء مختلفة، والهدف من ده ان انت لما يكون ولد عنده 17 18 سنة ويطلع يلعب في اوروبا خلاص الموضوع بالنسبة له بيبقى عادي، وده مهم جدا برضو ان احنا
عايزين نطلع اولاد زي ما هنطلع ان شاء الله لقطاع الفريق الاول، اكيد على مستوى التسويق ليه لا ان احنا نطلع الاولاد صغيرين، ولد عنده 16 17 سنه يبدا يحط رجله في مجال الاحتراف، ده برضو على عمليه تسويقيه للنادي الاهلي، اذا كان فلوس او حتى كاسم النادي الاهلي دي برضو بتزيد من قيمه الفاليو نفسه بتاع اسم النادي الاهلي، فده اللي هنشتغل عليه. هي هتاخد وقت شويه وهي خطه طويله الاجل، لكن كمان في شغل على المستوى القريب، لازم تطوير الملاعب، تطوير البنيه الاساسيه، الادوات زي ما قلت لك، ورش العمل مع المدربين دي مهمه جدا، كل في قاعات المحاضرات، في الاستشفاء، كل ده محتاج فعلا محتاج تغيير كبير جدا جدا، وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك هنحط ايدينا على كل السلبيات وان شاء الله ربنا يوفقك. يعني انا بالنسبه لي البنيه الاساسيه والبيزك الاساسي هو الملاعب والادوات ووسائل الاستشفاء، خاصه اللاعب الصغير، يعني اللاعب الصغير لما يتمرن على ملعب بالشكل اللي احنا شايفينه ده هياثر عليه البروجرس بتاعه او التنميه بتاعته مش هتطلع سليمه، وبالتالي بنخسر لعيبه من خلال حاجه ديتيلز صغيره قوي اللي هي الملاعب او الكور او الادوات او الاستشفاء او حتى اقامه الولاد المغتربين الموجودين في النادي الاهلي، استراحتهم لازم تكون مهيئه بشكل كويس على مستوى يليق بالنادي الاهلي. في طبعا حاجات كتيره جدا ان شاء الله باذن الله اكيد هنوصلها للجنه الكوره وهنشتغل عليها، لان زي ما بقول لك انا عايز اشوف النادي الاهلي زيها، ما تفرقش كتير عن بايرن ميونخ، ما تفرقش عن دورتموند، لان انا رحت، انا عملت دراساتي في برلين، شفت قطاع الناشئين في دورتموند بالذات قطاع الاعلى مستوى، والادوات والوسائل الموفره للمدربين من خلال الادوات ووسائل علميا، قاعة محاضرات، بروجيكتور، لازم اللعيب من دلوقتي يتعلم ازاي الوسائل العلميه عشان لما يطلع للفريق الاول ما يكونش عنده اي مشكله. النهارده طبعا انت شايف الاختبارات، يمكن نتكلم شويه على الاختبارات. النهارده احنا بدانا بمواليد 2008 و9 و7 و6، يمكن على ثلاث المراحل السنه دي على ثلاث ايام. انت شايف يمكن العدد كل واحد بياخد حقه، يمكن من فتره زمنيه، يمكن في الجديد كمان كان فتحي عمله النهارده مع الاختبارات السمول التقسيمه ديت، بنعمل معاها مجموعه من المهارات بردك عشان يبقى الولد خد حقه كامل، والحمد لله. يعني هو النادي الاهلي غني بمواهب بولاده، يمكن انت عارف، يمكن لشعبيه النادي الاهلي طبعا بيجي له العدد المهول من كل محافظات مصر، يمكن بنحاول على قد ما نقدر ما بنسيبش اي حد، يمكن الموهبه بتفرض نفسها معانا هنا في السن الصغير دايما بالذات، حتى هي مراحل تعليميه، فمراحل تعليميه بنقدر نبص عليها اللي بيعمل دريبل، اللي فيه مواصفات من قوه وسرعه ومهاره، الحاجات دي طبعا بتبقى مع اللعيب الموهوب. لو حد عنده بس من الثلاثه دول يمكن بنحاول نختاره، واحنا بنحاول ننميها مع اللاعب. يمكن فرقه 2001 فرقه مميزه كانت السنه اللي فاتت. بشكر طبعا كف فتحي ولجنه الكوره على ان انا امسك فرقه زي ديت، يمكن انا كان معايا فرقه 2000 برضك من الفرق الموازيه، يمكن فرق النادي الاهلي كلها الحمد لله واحنا بنكمل بعض، يمكن انا بحاول على قد ما اقدر بحاول اكمل اللي كان المدير الفني السابق، واحنا دايما كده عشان نطلع موهبه تخدم النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، يمكن مجرد ما تم اخباري بان انا موجود في القطاع هنا ده يعني لبيت الخبر. يعني انا بص ما بصراحه لما اتناول يعني ما فكرتش كتير في الموضوع، لان انا كمان عايز اخد تجربه التدريب، وان شاء الله دي يبقى مرحله جديده في حياتي باذن الله في التدريب، وان انا ابداها في النادي الاهلي ده شيء يسعدني جدا، واي مكان في النادي الاهلي ده شرف لاي حد، وان انا اكون متواجد ويتم اختياري من الاداره دي حاجه بالنسبه لي انا اسعد بيها. كابتن عبد الزهاب شافي وكابتن علاء عبد صادق وكابتن فتحي مبروك، الناس المسؤوله كلها، ومعاهم كابتن هاني رمزي. طبعا ان شاء الله نبقى جايبين ناس خبرات، ناس في المجال، ناس في الكوره، فان شاء الله زي ما انت شايف كمان مدى الالتزام
ومدى الجديه في الاختيارات وفي الناشئين، لان الناس الحمد لله كلنا في المجال الكوره، فعارفين يعني ايه اولاد جايين يختبروا، عارفين يعني ايه اختبارات حقيقيه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى موفقين كلنا كمنظومه كامله ان شاء الله. لا، الحاجات دي كلها سبحان الله يعني بتبقى فيها من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تحب المكان. النادي الاهلي انا دخلت فيه، انا قعدت في النادي الاهلي يعني تقريبا 6-7 سنين، حققت الحمد لله اكتر يعني تقريبا ما يقارب 13 بطوله، فالحمد لله ده انجاز غير مسبوق. واتمنى ان شاء الله ان هو اكون عند حسن ظن الناس اللي تم اختياري ان انا اكون في المكان دوت. انما حبي للمكان ده بيجي نتيجه المكان نفسه بيتعامل ازاي معاك، ليه حبيت المكان ده، ومش انا لوحدي. بص على الملايين دي بتحب المكان ده ليه، والناس اللي بتشتغل بتحبه اكتر. يعني انا كنت بره المكان غير لما دخلته، دخلت اتعلقت بيه اكتر. انا عشان حصل معايا مواقف كتيره قوي كمان جوه النادي، طبعا مرت باحداث بورسعيد، بعد كده الحمد لله مرت بالبطولات اللي بتاخدها، احداث حزن وفرح ومنظومه كامله، ويعني ايه قيم ومبادئ، ويعني ايه الناس تثبت القيم بتاعتها. وشفنا امثله كتيره قوي في لعيبه اساميها جامده جدا، والنادي بيقدر ان هو يتخلى عنها في مقابل ان يرسخ للناس يعني ايه قيم ومبادئ. فالحاجات دي كفيله ان هي ازاي تخليك تحب المكان ده، وان انت تضحي باي حاجه عشان خاطر المكان. انا شايفها يعني كان احنا بداناها اهو، احنا هنا من الساعه 6 الصبح بادئين. التعامل اصلا مع المراحل السنيه الصغيره دي محتاج ان انت يبقى عندك خبرات كويسه. الحمد لله بدات ان انا اخد شهادات تدريب في عندي السي وعندي الاساسيه، وان شاء الله بحضر هاخد الشهاده الاسيويه ان شاء الله في دبي، وان شاء الله هطلع على امريكا ان شاء الله طبعا بعد اذن من الكابتن فتحي مبروك والمجلس، ان انا اتوجه لامريكا عشان احضر اخد شهاده تدريبيه ان شاء الله من هناك. كل دي محتاجها اي مدرب، لازم يبدا حياته لازم يتمرن ويتعلم. الحياه مش انا عشان اسمي شريف عبد الفضيل يبقى خلاص اروح بقى امسك اي حاجه، لا، انا حبيت ان انا ابدا مرحله التدريب ده شيء مهم جدا. ازاي تتعلم؟ ما يبداش، ما ينفعش مثلا اروح امسك فرقه كبيره مره واحده، لا، لازم اعرف يعني ايه تدريب، يعني ايه اساسيات، يعني ازاي اتعامل مع مراحل سنيه معينه. ده كله كان شيء مهم جدا. محتاج ده، الموضوع ده محتاج مصابره، محتاج يبقى انت عندك اراده. انا ببدا مرحله جديده ثانيه في حياتي خالص، ببداها من الصفر يعتبر، فانا حبيت ان انا اتعلمها من البدايه كويس عشان مع الوقت ان شاء الله ابقى حاجه كبيره ان شاء الله تفيد مصر والنادي الاهلي باذن الله. احنا من الصبح مع بعض هنا، اديك شايف كلنا قاعدين، شايف مدى النظام، شايف كابتن فتحي مبروك، كابتن هاني رمزي، الناس المسؤوله كلها، الناس ما بتبطلش لف على الترابيزات، ومتابعين اللعيبه لعيب، وبيدوروا على بص يعني مش سايبين لعيب، بنحس بس ان في الموهبه موجوده بيتم اختياره على طول. وان شاء الله هيبقى في تصفيات النهائيه طبعا، لان انت عارف كل تصفيه بتبقى فيها مراحل اصعب اصعب اصعب، فاولياء الامور لازم يفهموا كده، مفيش مجاملات على حساب حد. اديك شايف احنا اللعيب اللي بنلاقيه كويس بنختاره، اللعيب اللي بنلاقيه كويس بنختاره، بعد كده بتعمل تحصل تصفيات النهائيه. فاتمنى ان شاء الله الناس لازم تفهم ده، والنادي الاهلي الحمد لله ولا في مجاملات، ولا احنا اللي قاعدين واحنا اللي بنختار، يعني ده حقيقه. فانا اللي قاعد على الترابيزات، الناس كلها مدربين زمايلي قاعدين كلهم. فاتمنى ان شاء الله يبقى الناس لازم تبقى عارفه ان في مصداقيه معانا في التعامل، لان احنا بنراعي ربنا سبحانه وتعالى الاول قبل اي حاجه. واتمنى ان شاء الله ان هي يبقى عند حسن ظن الناس، وان شاء الله نقدم مواهب كرويه جديده ان شاء الله للنادي الاهلي والمصري باذن الله. هو الاعداد كبيره جدا ما شاء الله يعني، وفي ولاد كتيره مميزين ما شاء الله احنا شفناهم النهارده، وهي دي عاده النادي الاهلي يعني. انت كل واحد بيبقى له طموح ان ابنه يكون لعيب في النادي الاهلي، بقيمه طبعا النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي. فبنتمنى من ربنا ان احنا نبقى موفقين يعني. انت شايف حضرتك كمان الناس المدربين كلهم مركزين من جايين من بدري، ومركزين كويس جدا مع الولاد عشان ما حدش يفوتنا وكده. وبنتمنى من ربنا ان ربنا يوفقنا ان احنا نحسن الاختيارات في الولاد كلهم اللي موجودين. هو اول ما بتبدا المرحله بتاعت البراعم ديت، واخد بال حضرتك، بتبقى بنحاول ان احنا نركز على الموهبه يعني المهاره الكلام دوت. طبعا كل مدرب اللي بتبقى لك رؤيه ان انت في ولاد لسه، بناخد في الاعتبار ان هم لسه جايين ما خدوش شغل، ما اتمرنوش، ما استعدوش كويس، واخد بالك. فبيبقى لنا احنا نظريه في اولاد معينين بناخدهم، بيبقى بنتوسم فيهم خير ان شاء الله مع الشغل ومع التمرين مع الاعداد بتاعهم كويس، ان هم ان شاء الله باذن الله يبقوا حاجه كويسه ويفيدوا النادي الاهلي بامر الله ان شاء الله. أنا سعيد.
طبعا انا رجعت النادي الاهلي ده بيتي، وكنت اتمنى ان ارجع في اي وقت طبعا، والحمد لله بيجي في التوقيت المناسب اللي رايده ربنا. ان شاء الله نفيد النادي باذن الله بشكل كويس يعني في قطاع البراعم السنه دي ان شاء الله. قطاع الناشئين الحمد لله في النادي الاهلي دايما قطاع ناشئين وناجح وبشكل كويس، بس احنا جينا برضو بنزود جزئيه صغيره او بنكمل شغل الناس اللي كانت متواجده قبلينا او الناس اللي هم شغالين معانا. يعني دلوقتي قطاع البراعم ما بيني والكابتن تامر حفني طبعا، والكابتن تامر طبعا زميل عزيز واخ عزيز، هو واخد جزئيه السن الصغير 2007 2008 2009، وانا واخد جزئيه 2005 و2006 اللي هم قريبين من القطاع اللي بيطلعوا يبداوا يلعبوا 11 سنه. فطبعا كلنا بنكمل بعض، بس قطاع الناشئين قطاع البراعم بالذات ان ما كانش قطاع البراعم قوي والاساس قوي والاختيارات كويسه بتريحك انت بعد كده. بمعنى ان انا بنتقي اللاعب بشكل كويس، بشتغل على خامه ان كان فيها قوه او سرعه او مهاره بالنسبه للاعب الصغير، وبعدين بنبدا ان احنا ناهله ونعمل الاساس الجيد بالنسبه لنا اللي هو الاساس اللي بيبقى معظمه الجانب المهاري والجانب الفني. ده بالنسبه لنا. بعد كده لما بيطلع قطاع الناشئين بتبقى الامور سهله، ممكن او نسهل لهم شويه العمليه، احنا مختارين مجموعه كويسه بيبقى حتى التدريب في اضيق الحدود. انما كل ما الاختيارات بتبقى تحت فيها مشكله بيطلع قطاع الناشئين بيبقى العصب ضعيف شويه، وده اعتقد ان نحاول نكمله طبعا في الجزئيه اللي جايه دي ان شاء الله. احنا قطاع البراعم بيبقى قوي جدا، في خامات كويسه جدا، بنشتغل على الخامات اللي هي المهاريه بشكل كويس، واللعيب اللي هو يقدر يلعب قطاع ناشئين. وطبعا بعد كده بيبقى لينا تصور ان اللعيب ممكن يكمل في الدرجه الاولى، ولانها بعيده طبعا ودي بتحتاج توفيق وبتحتاج عوامل كتير جدا، ولكن اوقات كتير ربنا بيوفقنا فيها زي ما كنا قبل كده في 2006 و2008 و2009 مع كابتن بدر رجب، وعملنا قطاع كويس اول حد مواليد 97. بعد ايه القطاع اتاثر شويه طبعا بشكل او باخر، ولكن طبعا في الفتره دي نحاول ان شاء الله نستعيد امجاد النادي الاهلي حتى في قطاعات الناشئين، ان انا الاقي في كل نادي في مصر نادي الاهلي مؤسسه قوميه. انا ما بجهزش لعيبه بس النادي الاهلي، انا بجهز لعيبه لمصر كلها، وده اللي كان بيحصل دائما. ان انا بتبص في النادي الاهلي، بص اي فرقه تلاقي 2 3 من ناشئين النادي الاهلي بيلعبوا، ودي اللي كانت في الفترات السابقه. نتمنى ان شاء الله اعاده الفتره دي ثاني باذن الله في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، بالدعم الجاي طبعا مجلس اداره النادي بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره كابتن علاء ابصادي وكابتن زيزو وجميع المجلس الاداره القائمين على الكوره. اعتقد ان هم شايفين قطاع الناشئين بشكل كويس السنه دي، واعتقد ان شاء الله هنحاول نعمل طفره تبقى خطوه للي جاي ان شاء الله والقادم بالنسبه للنادي الاهلي في قطاع الناشئين ان شاء الله. بمنتهى الامانه مفيش كلام ده خالص في النادي الاهلي، لان انت مهما كان الواسطه هتساعده في اختبار هتساعده الثاني مش هيكمل بعد كده. احنا عندنا فرق برضو بتقيس عليها، عندنا لعيبه كويسين، ولكن احنا بنقيس الاختبارات المقياس الاساسي ليها بتبقى ثلاث حاجات، يا اما قوه يا اما مهاره يا اما سرعه. ثلاث حاجات اللي بقيس بيهم، اني واحده تيجي الاول دي المفروض ان انت بنقيمها احنا كمدربين طبقا للخامه اللعيب بالنسبه لنا، ولكن كل ما كان في جزئين حاجتين من الثلاثه بتبقى افضل. لو الثلاثه بتبقى حاجه كويسه جدا وموهوب، انما قصه الواسطه والقصه دي مش موجوده في النادي الاهلي، لان كده كده على المدى مش الطويل، على المدى القصير بيبان عمره ما هيكمل ويمشي بشكل كويس. ده بالنسبه للنادي الاهلي، وعشان كده الحمد لله اختباراتنا فيها حياديه. كل لجنه كابتن فتحي مبروك منظم فيها على الاقل 4 مدربين ومعانا مدرب حراس مرمى، ده يعني اللي حتى لو واحد سهي وغير اللي بيحكم في الملعب، واحد سهي ثلاثة شايفين، ده بفترض جدلا، انما كلنا عندنا في الملعب واقفين من الساعة 8 الصبح عشان خدمة الناس واكتشاف الموهوبين للنادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، بدأت في قطاع الناشئين وببدأ مسيرتي كمدرب في قطاع الناشئين برضه في النادي الاهلي، وزي ما انت قلت ما فيش احلى من رجوع للنادي الاهلي وبيتك وحياتك اللي انت بدأتها، ما فيش احلى من ان انت بترجع بيتك تاني يعني. الفرق بين الاثنين كلاعب بتبدا حياه، لا كلاعب اصعب كتير يعني. انت لاعب بتبدا حياتك، لسه بتبدا الحياه من اول خالص، بتبدا بتشوف انت هتعمل ايه، بتشوفها في الاختبارات هتقبل ولا لا، في الفرق لازم تركز في حاجات معينه، في لازم تتمرن كويس، لازم تعمل حاجات كويس عشان تطلع فريق اول، لا طموحات تانية خالص بعيد عن المدرب. ما تشدش نفسك في الاختبارات، تعامل اكنك بتلعب مع اصحابك، مع بتلعب في الشارع، بتلعب مع اصدقائك، بتلعب خماسي. لكن الشد الغلط طبعا احنا عارفين ان كل الولاد اللي موجودين هنا ابهاتهم كلهم مشدينهم والعب كويس وركز واجري وبتاع، فبالتالي الولد بيجي مشدود. فلما انت اي طبيعي اي لعيب في الدنيا لما بيبقى مشدود ما بيقدرش يطلع، حتى لو هو لعيب كويس ما بيقدرش يطلع المهارات اللي عنده. لكن لما انت بتبقى جاي عادي خالص ريلاكس ما فيش مشكله بالنسبه لك، بتأدي اللي بيطلع اللي عندك يعني. لا في كذا حد كده كانوا كويسين يعني، فطبعا خدناهم انا وكابتن سراج وكابتن حسين وكابتن شريف عبد الفضيل، ركزنا فيهم وخدناهم ومضيناهم وهيجوا ان شاء الله في التصفيات يوم 10/7 باذن الله. كان انت عارف دي بدايه الاختبارات النهارده واليوم لنا، كابتن فتحي مبروك اتكلم معانا كويس جدا في الموضوع ان احنا نركز كويس جدا في اللعيبه
راجل منبه علينا ان احنا ما يفوتناش لعيب، ممكن يبقى اللعيبه كلها الاعمار الصغيره دي ممكن يعني بنهتم بيها في حته المهاره الاساسيه لكره القدم، تختلف شويه عن السن الكبير. فمهم جدا الانتقاء يبقى في حته الولد الصغير، يعني ان احنا نهتم بالمهاره الاساسيه فقط لا غير. ممكن ولد يكون جاي من سفر تعبان، ممكن النهارده منبه علينا الحته دي كويس واحنا مركزين كويس في الحته دي، ان الولد اللي عنده اي حاجه من الموهبه او من المهاره لو عنده 60% او 70% بنديله فرصه يعدي الاختبار الثاني، بحيث ان الولد لو برضو مجهد جاي من سفر بنراعي الحته دي ان شاء الله باذن الله. الاعمار الصغيره قوي يا فاروق، يعني انا شايف في النهارده جالنا ولد 2009، ولد بسم الله ما شاء الله قوي جدا، يعني احنا بنبقى عارفين طبعا اللعيبه اللي عندك من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، فلا احنا بنقول ان الولد ده يخش على الفرقه، لا موهبه كويسه جدا وفي لعيبه كويسه جدا، واكيد لو خدوا شغل مع الفرقه يبقوا كويسين، مواهب لا تفنى، يعني ان شاء الله باذن الله ان يتمرنوا بس وياخدوا شغل كويس ان شاء الله يبقوا حاجه كويسه جدا ان شاء الله. فالموهبه بقى بتظهر بقى على المدى البعيد شويه، وهو بيبقى اصعب اختبار وبيبقى اهم اختبار بالنسبه لنا اختبار المقارنه اللي مع الفرقه. لو الولد اقل درجه او درجتين او ثلاثه كمان بنديله فرصه مع الفرقه، بحيث ان هو مع الشغل يزيد، لان الفرقه عندك واخده شغل قبل كده. الاختبارات تبقى حاجه ضروريه بالنسبه لنا، ان احنا بنشوف عناصر جديده، بنشوف دماء جديده بنقدر نضمها للفرق اللي عندنا، ونتمنى ان شاء الله يا رب كده الموسم ده يبقى نقدر يعني نعصر على مواهب كويسه تستحق الانضمام للنادي ان شاء الله. طبعا مواليد 2000 عندهم 18 سنه دلوقتي، تحت 18 يعني المفروض خلاص العين عليهم دلوقتي، ان هم يبدا الفريق الاول يبدا يبص على العناصر الموجوده في الفرقه، وانا اعتقد ان الفرقه فيها عناصر كويسه قوي نتيجه مشاهدتي اليوم من السنه اللي فاتت، وان شاء الله مع الشغل ان شاء الله السنه دي وربنا سهل نحاول نصعد عنصر او اثنين الفريق الاول منهم باذن الله. والله احنا مش مساله مين اللي جاب جون، هي مساله طبعا احنا في معايير بدنيه ومعايير مهاريه احنا بنبص فيها، والحاجات دي بنراعيها كويس قوي، والاختبارات السنه دي فيها حاجات جديده كابتن فتحي اضافها، حته عنصر مهاري في بدايه الاختبارات، في كل لعيب بياخد كوره وبيبدا يستعرض مهاراته، ومن خلالها برضو بنبدا ناخد انطباع عن الولد قبل ما يلعب التقسيمه بتاعته، ومن خلال برضو التقسيمه بنشوف برضو الحته البدنيه والحته المهاريه. طبعا الحته المهاريه بالنسبه لنا اهم من الحته البدنيه، لكن احنا برضو بنشوف القياسات الجسمانيه بتاعته، بنشوف هيطول مش هيطول. الاولاد الطوال طبعا في المرحله الصغيره بتبقى مهمه جدا بجانب الناحيه المهاريه، لو قدرنا ان احنا نوفق ما بين الحته دي والحته دي هيبقى لعيب طبعا في المستقبل بشكل كويس. لكن احنا طبعا حته الواسطه والكلام ده زي ما انت شايف، يعني الناس كلها شايفه الملاعب شغاله ازاي، وبنختار طبعا احسن العناصر اللي تضيف للنادي الاهلي ان شاء الله. يعني احنا بالنسبه للمراحل الصغيره بنعتمد طبعا على الشغل المهاري بتاع الولد، لان كل الولاد الصغيرين بتبقى كلها مراحل تعليميه. بنبدا بيهم الاختبارات النهارده مثلا، اول يوم بداناه ضفنا جزء مهاري لازم يبداوا بيه، ياخد كل لعيب كوره بينزل دريبل بالكوره، بيتحرك، بيبتدي يعمل مهارات، بيبتدي يسيطر على الكوره، بيعمل تنطيط ويسيطر على الكوره، من اول ما بينزل يسخن بالكوره وعينينا عليه عشان نشوفه، وبيبان من استخدامه للكوره مستواه عامل ازاي، وبنتابعه من خلال التقسيمات. احنا بنركز على المهاره والسرعه والاستلام والتسليم بالنسبه للمراحل السنيه الصغيره. ممكن لعيب اي لعيب لو جبته وقفته قدام الجون وجات له الكوره وهيحطها جون سهل قوي، يطلع جاب جونين ثلاثه اربعه وهو ما عندهوش او مش المستوى العالي. هي الغرض من الاختبارات احنا بنعملها بين ايه؟ بنختار اللعيب اللي قريب من مستوى الفرقه، لان احنا عندنا قوام فرقه، احنا ما بنكونش فرقه جديده عشان نختار اي حد يلعب كويس هناخده، لا احنا عندنا القوام، وبالتالي احنا بندور على اللعيب اللي هو بيبقى قريب من القوام او
بيبقى مساوي للولاد اللي عندنا في الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هو يعني تكليف مش تشريف. طبعا انا سعيد جدا 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 بعودتي من سنين المكان اللي انا ربيت فيه واتنشأت فيه. من اول ما لعبت كوره في النادي الاهلي، فانا من اسعد الناس ان ارجع بيت ثاني وفي موجود في المكان دوت. ومسؤوليه طبعا محمل، وربنا قدرنا ان شاء الله نرد جزء من جمال النادي الاهلي اللي عملها في تاريخنا وفي السنين اللي فاتت دي كلها. طبعا رقم واحد طبعا المهاره، طبعا الموهبه، انت بتدور على موهبه. يعني انت احنا خد بالك مفتقدين المواهب في مصر، فاحنا رقم واحد بنركز فيها قوي تبقى الموهبه، عشان احنا بندور على المهاره وعلى موهبه. تاني حاجه بقى بتبص بقى الحاجات بقى السرعات القوه الحاجات دي كلها اللي هي خلاص هي بقت الكره الحديثه بقى دلوقتي اللي مطلوبه دلوقتي. ومش شرط تكون المعايير تكون، يعني مش شرط يكون اللاعب او الناشئ او الطفل الصغير يبقى 10 من 10، انت بتدور على 6 من 10 7 من 10 على مستويات وانت تشتغل عليه وتطور. فاحنا بندور على المعايير اللي هي المهمه والاساسيه اللي موجوده في كره القدم. بدايه يعني خلينا ندي كل واحد حقه بصراحه، يعني انت بتتكلم في مجلس اداره دلوقتي شغال كويس جدا، مجلس اداره محترم، ناس فاهمه، ناس عارفه هي بتعمل ايه. لجنه الكوره طبعا بقيادة كابتن زيزو برده، كابتن عبد الصادق برده، ناس فاهمه وناس عارفه بتعمل فيه. كابتن فتحي برده، كابتن هاني رمزي، اضافه كبيره جدا جدا لقطاع الناشئين. عادل مصطفى، كابتن عادل ما شاء الله يعني تاريخ ومدرب بقاله فتره ومسك دوري ممتاز السنتين اللي فاتوا مع كابتن محمد يوسف. مدرب كويس جدا محترم، عنده كتير، عنده شغل كتير. فانا زي ما قلت لك في البدايه احنا هنا ده تكليف، احنا عندنا مواليد سنه 2007. جاي منين يا بنو؟ من امبابه. قول لي جاي انت ومين النهارده اختبارات النادي الاهلي؟ جيت الساعه انا وبابا. جاي الساعه كام؟ 6 الصبح. 6 الصبح؟ نفسك تبقى لعيب في النادي الاهلي؟ اه. قول لي حصل معاك في الاختبارات النهارده. حلوه جدا، انا لعبت التقسيمه وجبت فيها جونين ورقصت كده وحلو جدا. محمد فوزي 2007. جاي منين يا محمد؟ كفر شكر. قول لي انت عملت ايه في الاختبارات النهارده؟ هو انا اديت كويس ولعبت ونجبت جون والحمد لله ربنا وفق. مين دكتورك النهارده؟ كابتن سيد. قال لك ايه؟ قال لي تعالى يوم الثلاث الساعه 10 8 الصبح. 8 الصبح. اسمي زياد مدحت ابو العزايم، مواليد 2007. انا من الجيزه. من الجيزه. قول لي عملت ايه في اختبارات الاهلي النهارده؟ انا نجحت في اختبارات الاهلي، وكابتن محمد سعد محمد قال لي تنجحت وهاجي ان شاء الله يوم الثلاث.